أطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع على آلاف من المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بعد ثلاثة أيام من دخولهم مبنى البرلمان. وتسلق المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التحرير، تسلقوا الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها. وقد تمكن عشرات منهم من الوصول إلى بوابة تؤدي إلى المنطقة الخضراء. وتأتي المظاهرات احتجاجا على استمرار الإطار التنسيقي في ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة حماية المتظاهرين، وفي بيان له دعا الكاظمي المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم. وأيضا حذر رئيس الوزراء العراقي من أن استمرار التصعيد السياسي يزيد التوتر في الشارع بما لا يخدم المصالح العامة. أكد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي محمد عنوز عدم عقد جلسة للبرلمان اليوم السبت، وأشار إلى أن الأكراد لم يتفقوا بعد على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس اللجنة القانونية قوله إن هناك شللا أصاب جلسات مجلس النواب بسبب الوضع السياسي. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل الشرق إدريس جواد. إدريس، أهلا بك معنا. إدريس، دعنا في الصورة، ما هي الأعداد الآن؟ هل هي في ازدياد؟ قبل قليل كان هنالك تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الكاظمي، والذي تحدث عن ضرورة تهدئة الأوضاع ويعني عدم الانزلاق إلى أي مواجهات أمنية. نعم، بداية مساء الخير سالي. دعيني أوجز بداية أعداد الإصابات التي شاهدناها هنا. أكثر من 20 إصابة بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية، بعضها حالتهم خطرة، نقلوا إلى بعض المستشفيات القريبة راجلة. طبعا الآن مستمرة الإطلاقات الغازية والمسيلة للدموع. قصي لو يعطينا الصورة الآن سالي، كما تشاهدين وكما تشاهد المشاهدون، هناك إصرار من قبل حماية المنطقة الخضراء على الاستمرار برشق المتظاهرين بقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، رغم توجيهات رئيس الحكومة بأن ضرورة التعامل بسلمية مع المتظاهرين، لكن لا تزال هذه المنطقة تحديداً، نحن في المنطقة الفاصلة ما بين بوابة المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية. طبعا الجموع لا تزال تتقدم، هناك إصرار من قبل المتظاهرين على دخول المنطقة الخضراء، لم يتراجع المتظاهرون رغم الإصابات التي حدثت. هناك أيضا إصابات أريد أن أشير إليها في صفوف القوات الأمنية من مكافحة الشغب، أيضا رشقوا بالحجارة وتعرضوا إلى بعض الإصابات ونقلوا إلى المستشفيات داخل المنطقة الخضراء. لكن إجمالا هذه المنطقة هي منطقة يعني الدخول التي حصلت يوم الأربعاء الماضي، والمتظاهرون يصرون على اقتحامها مرة أخرى. وأيضا هناك إصرار من قبل القوات الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين. طبعا هنا جسر الجمهورية، قصي إذا تعطينا صور جسر الجمهورية، لا يزال المتظاهرون يتدفقون سالي من جسر الجمهورية، هذه وزارة التخطيط، وجسر الجمهورية لا يزال المتظاهرون يتدفقون رغم ما حصل من إصابات وما حصل من رشقهم بالقنابل المسيلة للدموع والخراطيم المياه. طبعا نسمع سويا الإطلاقات النارية التي تطلق، إطلاقات القنابل الصوتية وقنابل المسيلة للدموع سالي. هذا جسر الجمهورية، من هنا لا يزال المتظاهرون يتقدمون إلى داخل المنطقة المحيطة بالمنطقة الخضراء في محاولة لاقتحامها.
المتظاهرون طبعا مصرون على المضي رغم ما يحصل لهم من الدخول. نعم نعم إدريس، نرجو لك السلامة وأن يعني تكون في مكان آمن. لكن يعني سؤالي لك الآن، هل هنالك أي ردود أفعال من قبل القوى السياسية المختلفة على هذه التظاهرات؟ الآن الرسالة باتت واضحة ووصلت ووضعت في بريد كل من يهمه الأمر، هل هنالك ردود أفعال أخرى بجانب حديث الكاظمي؟ طب سالي، هذا هو المستغرب، أنه لا يوجد هناك أي أفعال من قبل السياسيين إلى الآن. الكتل السياسية لا تزال صامتة، الإطار التنسيقي لم يصدر أي بيان أو أي شيء يعني يوضح فيه موقفه على الأقل من هذه التظاهرات. فقط هي رسالة رئيس الوزراء، بيان طالب فيه بعدم الاحتكاك مع المتظاهرين، عدم الاستخدام العنف مع المتظاهرين، لكن للأسف هذا جريح سالي، هذا الآن تعرض إلى إصابة وهو يعني وأحد المتظاهرين. وين صوبت؟ أي هذا أحد المتظاهرين سالي، وأيضا هناك متظاهرين أكثر من هذه الإصابة نقلوا إلى المستشفيات القريبة. قصي لو تعطينا هذه الصور سالي، الآن هناك يعني اندفاع من قبل أنصار التيار الصدري لاقتحام المنطقة الخضراء. لدينا معلومات أن المنطقة البعيدة قليلا من هنا وهي جسر الزيتون أو شارع الزيتون كما يسمى، هي أيضا تشهد الآن صدامات بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين الذين يصرون على اقتحام المحكمة الاتحادية. هذه هي الصورة الآن سالي، يعني ربما الصورة هي التي تتكلم والحدث هو الذي ينقل نفسه الآن. نعم. والمتظاهرين من واقع متابعاتك إدريس، من واقع متابعاتك إدريس، يعني جزء من مطالب هؤلاء المحتجين تم بالفعل تنفيذه بإلغاء جلسة البرلمان اليوم بحسب يعني بحسب المسؤول أو يعني رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، تم إلغاء جلسة البرلمان اليوم. إذن جزء من المطالب تم تحقيقه بالضبط. بحسب استطلاعاتك مع المتظاهرين الآن، ماذا يريدون بعد؟ يعني للتوضيح سالي، انه هو يعني الجلسه لا تخص انتخاب رئيس الوزراء، لا يمكن انتخاب رئيس الوزراء دون انتخاب رئيس الجمهوريه، فكان من المستحيل عقد جلسه لانتخاب رئيس الوزراء. لكن المتظاهرين الان هم يطالبون بسحب والغاء ترشيح محمد الشياع السوداني بشكل كامل، لا يقبلون باي مرشح من الاطار التنسيقي، لا يقبلون ان يكون المرشح لرئاسه الوزراء المقبل هو من الاطار التنسيقي. يريدون الان الابقاء على هذه الحكومه والتي هي تقوم بدورها باجراء انتخابات جديده، طبعا بعد ان يحل. اذا هل هنالك اسم معين يعني قانونيا مدى متوافق حل البرلمان في ظل وجود حكومه؟ نعم، هل هنالك اسم بعينه متوافق عليه من قبل الشارع او من قبل المحتجين المتواجدون يعني الان؟ حتى الاسماء التي طرحت سالي، نعم سالي، حتى شنو سالي، حتى الذين طرحوا في فترة سابقة سالي، طبعا الآن حصل هجوم على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، حتى الذين تم التوافق في فترة سابقة الآن التيار الصدري يرفضهم. الأسماء الخمسة التي طرحت في فترة سابقة لم تكن مقبولة من قبل التيار الصدري، أحدهم أعلن انسحابه واعتذر عن التكليف وهو قاسم العرجي، وتم تكليف محمد الشياع السوداني. حتى البدلاء الثلاثة الموجودين الآن وهم علي الشكري وحيدر العبادي وربما يعني بعض الأسماء الأخرى عبد الحسين عبطان، لا أعتقد أنها ستنال رضا الصدريين. الآن المطالب اختلفت، المطالب الآن هي المطالبة بحل البرلمان ويعني إعادة إجراء انتخابات جديدة في ظل هذه الحكومة الحالية. نعم، هل هنالك أي قابلية من الجهات الرسمية أو السلطات بتنفيذ هذه المطالب حتى يعني يتجنبوا هذا الصدام الموجود في الشارع الآن؟ بوادر على الأقل. يعني من خلال المتابعة سالي، فقط
نعم، الحكومة ليس لديها مشكلة في البقاء على هذا الوضع من لحين إجراء انتخابات أخرى مبكرة، لكن المشكلة في الإطار التنسيقي. حتى الأطراف السنية والكردية هي كانت متحالفة في وقت سابق مع التيار الصدري وشكلوا كتلة قاذوان، لكن الآن ليس لديهم مشكلة ربما في المضي إلى انتخابات مبكرة. المشكلة الآن في الإطار التنسيقي بعد أن أصبح هو الكتلة الأكبر وأصبح يتصدر الساحة السياسية بأكثر من 130 نائب. يعني الآن المشكلة سالي هي الإطار التنسيقي فقط هو الذي يعني يمتنع عن إجراء مثل هكذا محاولات أو مثل هذه، أو يستقبل على الأقل آراء من التيار الصدري في هذا الاتجاه. بالتالي من يعارض هو الإطار التنسيقي وليس جهة أخرى. ربما الكرد لا يزالون منقسمين على قضية اختيار رئيس الجمهورية، والسنة ليس لديهم مشكلة في هذا الموضوع. تكمن المشكلة في الإطار التنسيقي، ربما خلال الساعات المقبلة سيكون لهم موقف، ربما سيجبر الإطار التنسيقي على سحب ترشيح محمد الشياع السوداني وسط هذه المطالب، وسط هذه الضغوطات التي تمارس من قبل أنصار التيار الصدري. نعم، إذن سنتابع معك إدريس ساعة بساعة كل هذه التطورات وردود الأفعال وتطورات الأوضاع في الشارع. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بغداد مراسل الشرق إدريس جواد. إذن أيضا ينضم إلينا من بغداد وعبر الأخبار الصناعية دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، للحديث حول الأوضاع الآن في العراق. اليوم الرسالة جاءت واضحة دكتور عصام من قبل مقتدى الصدر وأنصاره، هل تتوقع استمرار هذه الاحتجاجات لحين سحب المرشح المتحفظ عليه من قبل التيار الصدري محمد الشياع السوداني؟ نعم، في البداية تحية لك سالي ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد من يتابع مجريات الأحداث يبدو أن هنالك أجندة متكاملة من قبل التيار الصدري قد تم إعدادها. الموضوع بالنسبة للتيار الصدري يتعدى مفهوم استبدال السيد محمد الشياع السوداني لكي يصل إلى رفض كل من يأتي من رحم أو جعبة السيد المالكي. إضافة إلى كل هذا أن المتظاهرين، أقول وكل القائمين على إعداد هذه التظاهرات، يطالبون بموضوع معرفة أو الإجراءات القضائية بخصوص التسريبات الصوتية. هذه ربما تكون أيضا جزء لا يتجزأ من مفهومهم. أضف إلى كل هذا، أنا أعتقد الإشكالية اليوم باتت قائمة واضحة ما بين خندقين، خندق مع بعض الأطراف في الإطار التنسيقي وليس كل الإطار التنسيقي، لأن هنالك جناح يرى على أساس أنه جناح معتدل لم يتم التعرض إلى مقراته وإلى الهجوم إليه، يقابله جناح آخر بدأ يحسب على السيد المالكي. هذا الموضوع أعتقد كان منذ يوم أمس، وأعتقد هذه التظاهرات اليوم هي تظاهرات كانت بحد ذاتها هي رسالة بسيطة، لأننا كلنا يعلم أن البرلمان العراقي أوقف جلساته ولم يذهب إلى إعدادها، وهذا محكوم بمفصلين. المفصل الأول بالنسبة للبرلمان العراقي، أقول الدكتور السيد الحلبوسي وكل القوى السياسية تدرك تماما أنها لا تريد أن تذهب إلى مصادمات مع المتظاهرين، وكما حصل في عام 2016 ودخول المتظاهرين على النواب وتعرضوا إلى كثير من أقولها بكل وضوح إلى الإساءة. المفصل الآخر أن البيت الكردي إلى الآن لم يحسم. نعم، وهو ما سنتطرق عليه دكتور عصام في سؤال قادم، ولكن الآن يعني وتحاشيا يعني المضي قدما في هذه المواجهات المحتملة إذا ما استمر الوضع كما هو عليه بعد مضي 10 أشهر من انطلاق العملية الانتخابية المتعثرة على ما يبدو، كيف ستستكمل هذه العملية في ظل كل هذه التعقيدات والتحفظات من قبل القوى السياسية وتصميم كل طرف على موقفه؟ ما هو الحل؟ يعني أنا أعتقد المعالجة بحاجة إلى مستوى من العقلانية. يجب أن يقدم، دعني أقول استنادا للدستور العراقي، ثلث المجلس، ثلث النواب طلب إلى رئيس الجمهورية بتقديم الاستقالة. يقابل هذا أن يكون هنالك تحقيق نصاب الثلثين في موضوعة
اختيار في موضوعة أقولها حل البرلمان، لأن هذا سيؤدي إلى تفكيك الأزمة وحفظ أقولها كل دماء للعراقيين، لأنني اليوم أدرك تماما لن تكون هنالك مصادمات، ولكن المخاوف لدى الإطار التنسيقي والسيد الصدر دخول طرف ثالث على الأزمة الذي لا يريد للعراق أن يكون هنالك شكل من أشكال الاستقرار في هذه المرحلة. ولكن دكتور عصام، هنالك من يرى أن لب المشكلة هو في هذه النقطة التي تحدثت عنها تحديدا، تقارير تتحدث عن ضرورة تغيير الدستور العراقي لحسم ملف الانتخابات، على سبيل المثال المادة 70 تنص بأن ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل عدم التوافق الحالي بين الكيانات، يعني داخل الكيان الواحد وبين الكيانات وبعضها البعض. هنالك من يرى أن الحل الجذري هو تغيير هذه المادة والوصول لمادة أخرى توافقية بعد إجراء المطلوب، هل توافق هذا الرأي أم لا؟ يعني أولا الدستور حينما كتب أقول بلحظة انفعال، أو دعيني أقول مخاوف من قبل الجميع، وهذا يتباين مثلا أن الأكراد استعانوا بجملة من الخبراء الموجودين وقسم من الخبراء من بلجيكا وعدد آخر من الدول. الشيعة ذهبوا إلى ما يعرف بالنظام الفيدرالي، أقولها بكل وضوح في بادئ الأمر، لأن كانت لديهم مخاوف أن يتمكن السنة من خلال مؤسسة عسكرية حدوث انقلاب. السنة كانوا معترضين على النظام الفيدرالي في بادئ الأمر، الآن عادوا لكي يوافقوا. أنا أقول المشكلة القائمة في القوى السياسية في العراق يبدو أن معظمها لا تؤمن بمفهوم الدولة القوية، كل يحاول أن يضع فقرة بالدستور تضعف الدولة. في موضوعة اختيار رئيس الجمهورية، أنا أقول الدستور قرر أن يكون هنالك بأغلبية الثلثين، لكن في هذا الوضع أقول نحن بحاجة إلى ما يفهم أو ما يعرف بمفهوم الكتلة الانتخابية الأكبر. إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد أن الحل أيضا يجب أن يكون نظام الحكم في موضوع اختيار، دعيني أقول اختيار الكتلة الأكبر، أو دعيني يكلف رئيس الوزراء من خلال هيئة رئاسية وليس نظام رئاسي. نعم. لأن الذهاب إلى النظام الرئاسي بمعنى هذا سيكون الغلبة للكتلة الأكبر، وبالتالي طبيعة التأثير على الرئيس من الثابت والبديهي سيكون من قوى داخلية وخارجية، أنه سيذهب لاختيار شخصية أقولها بكل وضوح من المكون الأكبر. حينما يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من المكون الأكبر، المكونات الأخرى ستشعر بالتهميش ويبقى الوضع السياسي في حالة قلقة. إضافة إلى كل هذا، أن القوى السياسية في العراق إلى الآن لم تتثقف بثقافة بناء الدولة، مع غياب أقولها بكل وضوح هنالك رقابة، هنالك كثير من الملفات التي يتم إحالتها إلى النزاهة، لكن كثير من القيادات السياسية ما زالت تثري على حساب المال العام، ولذلك نجد حجم التكالب على السلطة بات واضحا في ظل أقولها نظام سياسي هش مع على مدى 20 عام فشل في بناء منظومة دولة حقيقية. نعم، اتضحت النقطة، شكرا لك. كنت معنا من بغداد الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، شكرا على كل هذه المعلومات.